خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مجتمع واعي، أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب أن البحرين بتوجيهات ورؤية جلالة الملك المفدى تخطت كافة الظروف الصعبة ومختلف الأزمات. طبعا لابد لي من رفع أسمى آيات الشكر والامتنان من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الملك الحكيم والقائد الفذ اللي برؤيته دقيقة وتوجيهاته السامية خطت البحرين كافة الظروف الصعبة ومختلف الأزمات اللي مرت بها، وهي أقوى بإذن الله. وسيكون التحدي الراهن في مواجهة فيروس كورونا هي محطة لتبيان استحقاق مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك الله يحفظه ويرعاه من تقدم ورياد إن شاء الله. كما عودنا جلالة الملك الله يحفظه دائما تكون كلماته السامية نوافذ أمن تطل على المستقبل وتستشرف القادم الأجمل، وتصخ في أبناء الوطن العزم والإصرار والإقدام لتحقيق المزيد من الإنجازات وتحويل التحديات إلى مكتسبات، ويلتمس آثارها الإيجابية للأجيال الحالية والقادمة. ولك أن تدرك نعمة القيادة اللي تتمتع بها مملكة البحرين من خلال الوقفة اللي حظينا بها اليوم بشرف الاستماع لحديث جلالة الملك المفدى الله يحفظه ويرعاه، وذلك بالتعرف على الاهتمام الكبير اللي يوجه جلالته حتى في أصعب الظروف بكل التفاصيل اللي يعني تعنى بأبناء شعبه الصغيرة قبل الكبيرة. فبعد أن أعطى جلالته درس لاحتواء أزمة كورونا عبر طرح حزمة اقتصادية لدعم المواطنين والقطاعات المختلفة في البحرين، نجد جلالته يوقف وقفة أبوية ليوجه الطلبة والطالبات من أبناء البحرين حديث ولي الأمر القائد الأب المحب لأبنائه وبناته، والاطمئنان على سير دراستهم وتحصيلهم العلمي، لأن العلم طبعا والتعليم هو المستقبل الآمن والمشرق. ولا بد لي هنا أن أشيد بجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر في متابعته لكافة المجالات والقطاعات لتجاوز الصعوبات والتحديات الحالية. كما أسجل عظيم التقدير والامتنان والثناء لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الله يحفظه ويرعاه، وما أظهره أبناء البحرين بقيادة سموه من كفاءة واقتدار وحرفية في تطبيق الإجراءات، وأخص بالذكر الطواقم الطبية اللي يوقفون في الصف الأمامي من أجل الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.